اهلا بيكم. تعرف ان الشياطين بتخاف مننا اكتر ما بنخاف منهم؟ ما سالتش نفسك سؤال ليه الشياطين ما بتظهرش قدامنا؟ ليه دايما بنسمع اصوات في البيت دون ان نلاحظ او نشوف اي شخص موجود او نلاحظ ليهم اثر؟ ما سالتش نفسك السؤال ده؟ قبل ما نبدا عايزك انك انت تدوس لايك، ولو اول مره بتسمعني اضغط زر سبسكرايب وفعل الجرس، وخلونا مع بعض نبدا. تعالوا بنا نبدا. اول حاجه عايزك تعرف يا اخي الكريم ان الشياطين ما بتظهرش قدامنا، وده طبعا لانهم جبنة جدا اكثر مما تتصور. فلما تكون قاعد لوحدك في مكان، حاول انك انت قبل ما تخش المكان ده تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. اعرف لو ان ابليس موجود في المكان ده، ربنا سبحانه وتعالى هيحفظك من مكره ومن اذاه. وهنقل ليكم دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا جبريل هو اللي علمه له. الدعاء ده كان سبب في حفظ النبي صلى الله عليه وسلم ليله كدته الشياطين. ولكن في البداية عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز في سوره النساء: الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. حط تحت كلمه ان كيد الشيطان كان ضعيفا. لو اجتمعت بك شياطين الجن وحاولوا ان هم يذوك، وانت انسان بتقرا اذكار الصباح والمساء، مش هيضرك منهم اي شيء. ليه؟ لانك انت في حصن الله عز وجل. ودايما اذكرك، الانسان اللي بيكون معاه ربنا هيخاف من مين؟ هتخاف من شيطان، لا يضر ولا ينفع. ولو انت قاعده مثلا في البيت لوحدك، ليه تخافي؟ ليه دايما تكوني مرعوبه؟ ليه دايما تحاول انك تقعدي عند والدتك، او تحاول انك انت تجيبي حد يقعد معاك في بيتك عشان انت خايفه من الجن، او خايفه من الشياطين، او الشيطان هيطلع لك من هنا، او بتسمعي صوت؟ لما تحسوا بالاشياء دي، كل ما عليك يا اخي الكريم انك انت تشغل سوره البقره في البيت بتاعك. حاول انك انت ترش الاركان بملح. الملح ليه اثار عظيمه جدا في طرد الارواح الخبيثه وهي الشياطين، ودايما الشياطين بتخاف من الملح. أبسط المسائل، اقرأ الرقية الشرعية أو سورة البقرة على ماء ورش أركان البيت. لو بتسمعي صوت أيضا في البيت، حاول أنك أنت تعمل الطريقة ديت لمدة 3 أيام. حاول أنك أنت تبخر البيت مثلا بحرمل، بشذاب، بورق سدر، بمثلا روائح طيبة زي عود، زي أي بخور مع الخلطة ديت، تمام؟ وتحاول أنك أنت تجمع الخلطة ديت في كيس وتقرأ فيهم سورة البقرة، أو تقرأي أو تقرأ الآيات اللي تتيسر ليك، تمام؟ من آيات الشفاء أو آيات الرقية أو آيات رقية البيت، هتجيبها من جوجل وتقرأهم على مجموعة الأعشاب ديت وتبخر البيت لمدة 3 أيام، مش هتلاقي فيه أي أثر. وعايز أذكر لك مثال بسيط جدا. خلونا نرجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي التياح يسأل عبد الرحمن التميمي: ايه اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كدته الشياطين؟ النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي اجتمعت الشياطين وحاولوا ان هم يؤذوه، وكان بيتهم شيطان يمسك شعلة من نار، قيل ان هو ابليس، وحاول ان هو يحرق بها وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ويقول له: يا محمد قل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا اقول؟ قال له: يا محمد قل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول؟ قال له: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج إليها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما ينزل إليها، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. قول الدعاء ده دايما لما تكون متخوف من الشياطين. قول الدعاء ده دايما لما تكون قاعد في مكان لوحدك وخايف مثلا، او بتسمع قرع نعال في البيت، او بتسمع اصوات في البيت، صوت باب بيتقفل، صوت باب بيزيق، الدريشه او الشباك بتاعك بتتفتح. قول الدعاء ده بس: اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الارض، ومن شر ما ينزل اليها، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. يحفظك ربنا سبحانه وتعالى من مكر الشياطين. فلما قال هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم انهزم جيش الشياطين اللي كان عايز يؤذي النبي، وولوا مدبرين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإنت لو بتقرأ الأفكار بتاعتك في الصباح والمساء، هتخاف من الشياطين ليه؟ ايه اللي هيخليك تخاف منهم؟ انت انسان معتصم بالله عز وجل، ومعروف ان كل انسان بيلجأ لربنا سبحانه وتعالى وبيعتصم به، ربنا سبحانه وتعالى بيحفظه، بيجعل عليك حمايه. فمهما كانت قوه الشياطين، ومهما اجتمع عليك السحرة، طول ما انت بتقرا اذكار الصباح والمساء، ربنا سبحانه وتعالى بيجعل عليك حمايه. فلما تكون موجود في مكان وخايف منه، قول هذا الدعاء. ما انتش حافظه، حاول انك انت تحفظه. لما تخش في مكان، المكان ده انت مقلق منه او مش واثق من الناس اللي فيه، قل اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات.
تمام؟ ودايما حاول انك انت تركز ايضا على الدعاء ده في الصباح والمساء، تقول اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اختان من تحتي. ربنا سبحانه وتعالى يجعل عليك حفظ، يجعل عليك حمايه، اي شيطان ما يقدرش ان هو يقرب لك او يقدر حتى ان هو يؤذيك. تمام؟ إذا لما تكون قاعد في بيت وخايف وقلقان ومتوتر، وأنت لما تكوني قاعدة في البيت وخايفة كده ومقلقة وحاسة إن في صوت وبتسمعي صوت جنبك وبتسمعي حاجة مش كويسة في البيت، تقول الدعاء اللي سيدنا جبريل علمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وربنا رد كيد الشياطين وجعل كيدهم في نحرهم بسبب هذا الدعاء. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج إليها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما ينزل إليها، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه الكريم. لو عجبك المقطع ده دوس لايك وشاركه لأصحابك، ولو أنت أول مرة بتشوفني اضغط على زر السبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الأحلام. ليكم أطيب تحياتي، أنا أخوكم يوسف أحمد، دمتم فود في أمان الله.